ماشي وقفوني اتفضلي. ال point of origin حاجة تاني. بصي هو الجزء ده أصلا هيتعاد تاني في الأناتومي، هو مهم جدا طبعا في النوجيو أناتومي، بس هو هيتعاد تاني وأنا هعيده تاني إن شاء الله. ماشي، لو حد عنده أي حاجة يوقفني مفيش أي مشكلة. أوكي، كان في برضه شكوى من الناس اللي هنا مش بيعرفوا يشوفوا مني، صح؟ فيعني هحاول أتحرك يعني معلش. طيب ترمينولوجي، قلنا ترمينولوجي يعني هو علم المصطلحات، كلمة يعني الكلمة جاية منين؟ أولوجي يعني علم، وترم يعني مصطلح. احنا هنا بنتكلم طبعا على علم المصطلحات الطبيه بس مش اي مصطلحات، تمام؟ ليه؟ لان احنا في الطب بنتكلم بالجريك او اللاتين، اللغه الاغريقيه او اللاتينيه، مش انجلش مش عربي. اي نعم بقيه الكلام طبعا في الكتب وكده كله انجلش، بس المصطلحات الطبيه بالجريك او باللاتين، تمام؟ طيب قلت لكم يعني ايه الكلمه دي؟ كلمه كبيره كده فيها حاجات كتير قوي مش فاهمينها. احنا هنتعلم ان شاء الله الناس الجديده ان احنا هنقسم الكلمه، هنقسم يعني هنقول الاول جاسترو وبعدين انتير وبعدين ايتس. يعني الكلمه لما اشوفها قدامي كده واحس انها صعبه وكبيره ومش فاهمه منها اي حاجه هقسمها، تمام؟ هي عامه تبقى التهاب المعده والامعاء. هحاول برضو اقول بالعربي عشان في ناس برضو اشتكت ان الانجليش كتير. طيب الميديكال تيرم، المصطلح الطبي، هو المفروض ان احنا لو في مصطلح طبي قدامنا يبقى حاجه من ثلاثه. اول حاجه بيبقى ديسكريبتيف يعني بيوصف حاجه، بيوصف الكلمه اللي هي اصلا ان احنا بنتكلم عليها ميديكال تيرم. بيوصف ايه؟ ممكن يوصف شيء شكل، ممكن يوصف كولر يعني لون، ممكن يوصف سايز حجم، ممكن يوصف فانكشن يعني الفايده او الاهميه بتاعت الحاجه دي. زي مثلا بلاسنتا، بلاسنتا يعني ماشي ما بالعربي. طيب كلمه بلاسنتا دي بالجريك او باللاتين معناها فلات كيك، دي كده باللغه الامريكيه او اللاتينيه معناها فلات كيك يعني كيكه مفضحه. ليه اتسمت كده؟ علشان الشيب بتاع البلاسنتا على شكل كيكه مفضحه، تمام؟ طيب تاني حاجه افونيمز، افونيمز يعني الميديكال تيرم يا اما يبقى ديسكريبتيف زي ما قلنا زي كده بلاسنتا، يا اما افونيمز. افونيمز يعني على اسم مخترع او سوري مكتشف الحاجه دي او الاورجان ده. يعني مثلا لو قلنا فالوبيان تيوب، قناه فالوب دي كده على المكتشف الاورجان ده اسمه جابريلو فالوبيو، فاتسمت على اسم فالوبيو فالوبيان تيوب. في مشكله؟ طيب تالت حاجة الـ World Building System. System يعني إيه؟ نظام. النظام ده إحنا هنبني بيه كلمات. النظام ده اللي هنتكلم عليه إن شاء الله. طيب الـ World Building System بيتكون من تلات حاجات مهمين. أول حاجة الـ Prefix، هو عبارة عن تلات أربع حروف كده في أول الكلمة بيتحطوا هما لوحدهم ملهمش أي معنى، لكن لو حطيتهم في أول الكلمة هيدوا الكلمة معنى مختلف تماما. طيب بعد كده الـ Word Root، ده الجذر بتاع الكلمة يعني أهم جزء في الكلمة كلها هتعرفوا ليه برضه. suffix ده بيبقى ثلاث اربع حروف برضه بس في الاخر، prefix في اول الكلمه suffix في اخر الكلمه. برضه لوحدهم ما لهمش اي معنى. لما احطهم في اخر الكلمه بيبقى لهم بيدوا للكلمه معنى مختلف، تمام؟ هنمسك حاجه حاجه بالتفصيل. اول حاجه word root، دي من اهميتها سموها root يعني جذر بتاع الكلمه، او بمعنى اصح foundation الاساس بتاع الكلمه. ليه؟ لان انا لو جت الكلمه مثلا زي نقول مثلا gastritis، انا الكلمه دي ما اعرفش يعني ايه، بس ما اعرفش يعني ايه ايتس، تمام؟ ما خدتش لسه السافكس ده. شفت جاستر دي الورد روت بمعنى ستومك يعني المعده، تمام؟ يبقى فهمت ان الكلمه دي بتتكلم عن حاجه تبع المعده، ما اعرفش هو ان هو لسه انفلاميشن او التهاب او ايه، بس عرفت ان هي حاجه تبع المعده. ليه؟ لان شفت الورد روت بتاع المعده بتاع الستومك اللي هو جاستر، تمام؟ طيب الورد روت ستار بتاعت كل اورجان دي مهمه ومعلش لازم تتحفظ يعني عشان تعرفوا بعد كده تشوفوا كلمات لوحدكم او تفهموا معانيها. ستوماتو يعني رابط. لما بنكون برضه مثلا ستوماتو، الاول في الاخر دي مش تبع الورد روت، هي دي كومبايننج باول، باول هي الحروف المتحركه، تمام؟ بنحطها بس مجرد تسهيل النطق، لكن هو الورد روت ستومات لحد التي بس، لكن احنا بس تسهيلا بنقول ستوماتو اللي هو الورد روت بتاع النطق بتاع الفم. الدندو تيف، اسنان جاي من دنتست، سهله دي. طيب جنجبا، جنجبا اللي جامز اللاسكه بتاعت ما بين الاسنان. دي مثلا لو قلت جنجيفايتس، وانا قلت لكم المره اللي فاتت ان ايتس يعني انفلاميشن يعني التهاب، يبقى جنجيفايتس يعني ايه؟ يعني التهاب في اللثه، تمام؟ جلوسو او لينجو الاثنين بنفس المعنى، الاثنين بمعنى الطنج اللسان. الاثنين مفيش اي مشكله ان يبقى في اثنين وورد جروب بنفس المعنى، عادي جدا. دي بتستخدم ساعات ودي بتستخدم ساعات. في كلمات بتستخدم دي وفي كلمات بتستخدم دي. دي حاجات هتعرفوها ان شاء الله بالوقت، بس اهم حاجه تبقوا يعني تجيلكوا كلمه تبقوا عارفين معناها. تمام؟ ممكن مش هيسالوك يعني تحطوا كلمه. يعني اهم حاجه لو كلمه قدامك تبقى فاهم ان دي لو حاجه فيها جلوسو او لينجو الاثنين نفس المعنى الطن.
طيب انكفاله، انكفاله يعني برين يعني مخ، جت منين؟ ان يعني جوه، كفاله او سفاله دي يعني الهيد او الدماغ. تمام، لما اقول حاجه ان من جوه الدماغ، ايه هو اهم اورجان، اهم عضو جوه الدماغ؟ اللي هو البرين. تمام، جاسترو بتقول يعني استومك، وبعدين انتيرو يعني انتستين، استومك المعده، الانتستين يعني الامعاء. تمام، انتيرو والتستين، في مشكله؟ معلش اقول بسرعه بس عشان الحق اقول الجزء بتاع هيباتو يعني ليفر، جايه من كلمه هيباتيتس، لو تسمعوا عن الفيروس سي والكلام ده اسمه هيباتيتس فيروس سي. تمام، يبقى هيباتو ليفر، كبد. طيب كارديو، كارديو لما مثلا واحد يقول عايز ابقى كارديولوجيست، كارديولوجيست يعني متخصص في علم القلب او امراض القلب. تمام، يبقى كارديو يعني هارت، القلب. طيب ديرمو، ديرمو يعني سكين، يعني مثلا اقول ديرماتايتس يبقى انفلاميشن او التهاب في السكين اللي هو الجلد. تمام، رينا، رينا دي يعني حتى في قسم رينا ده اللي هو الكدني يعني الكلى. تمام، في مشكله؟ ماشي، مطلوب منكم بس تحاولوا تحفظوه عشان بس تبقوا يعني تحاولوا تتابعوا معايا. بص عليهم بصه كده اخيره عشان معلش يعني هستعملهم بقيه الباور بوينت. ماشي، سافكس، سافكس احنا قلنا البريفكس اللي هو في اول الكلمه اللي هو ثلاث اربع حروف كده في اول الكلمه، سافكس بقى في اخرها معايا؟ طيب السافكس بيجي في اخر كلمه زي مثلا ايتس، ايتس دي قلنا من شويه ان هي انفلاميشن، التهاب، انفلاميشن يعني التهاب معايا؟ طيب يبقى كده جاستر ايتس، احنا قلنا ان جاستر دي وورد روت بتاع المعده بتاع الاستومك، وايتس انفلاميشن يبقى معناها التهاب، يبقى جاستر ايتس انفلاميشن اوف ذا استومك، التهاب في المعده. ممكن وورد روت لما احط معاه سافكس يديني نوم يعني اسم، ممكن كمان شويه هقول لكم وورد روت مع سافكس يديني ادجكتيف يعني صفه، نوم وادجكتيف اللي هما زي في انجلش بالظبط، الاسم وصفه مفيش اي فرق. تمام، طيب اول سافكس اللي هو اي اس ام، ثلاث حروف مخبوره ملهاش معنى، لما اجي احطهم بقى في كلمه زي مثلا هايبر ثايرويديزم، الاي اس ام بتدي معنى كونديشن يعني حاله، يعني حاله مرضيه مثلا او حاله حاجه معينه. لما مثلا في كلمه هايبر ثايرويديزم، هايبر يعني زياده، ثايرويد جايه من الثايرويد جراند الغده الدرقيه. ماشي، يبقى هو هايبر ثايرويديزم كونديشن، اي اس ام كونديشن اوف انكريز سكريشن اوف ثايرويد. عرفت منين كل ده؟ او هايبر يعني زياده، ثايرويد، ثايرويد هتبقى هي زياده؟ اكيد لا، السكريشن بتاعها. تمام، بتاع الهرمون اللي هي بتسكريت اكتر ده. هايبر تعتبر بريفكس؟ بريفكس، بريفكس لسه جايه ان شاء الله تاخدها. طيب ماشي، يبقى الاوت هايبر ثايرويديزم، يبقى الثايرويد بتسكريت هرمون بزياده. ماشي، كونديشن اوف انكريز سكريشن اوف ثايرويد جلاند. في مشكله؟ زياده افراز الغده الدرقيه. ماشي، اي اس تي يعني سبيشالست، يعني لما اقول مثلا باثولوجيست او زينتست، خليها زينتست دلوقتي، هو فيزيشن او دكتور يعني، فيزيشن يعني دكتور، او سبيشالست في الحاجه الفلانيه، في الباثولوجي مثلا، باثولوجي او باثو دي، باثو يعني امراض، باثولوجي علم الامراض. ماشي، يبقى نقول باثولوجيست يبقى متخصص في علم الامراض. في مشكله؟ طيب بعد كده الاولوجي طبعا اللي هي ستادي اوف العلم بتاع الانكولوجي، الانكولوجي برضه انا بديك بس الاكزامبلز بتاعت الكليه علشان تبقوا يعني بالنسبه لكم سهله يعني. لما تيجي مثلا بعد كده حاجه فيها اونكو يعني تيومرز يعني اورام، يبقى ما اقول انكولوجي يبقى علم الاورام. ماشي؟ طيب بعد كده سكوب، جاي منها مثلا مايكروسكوب، الحاجات دي كلها بعد كده انسترومنت يعني اداه تو اكزامن يعني تفحص، اداه بتفحص الحاجه دي. لما مثلا اقول اندوسكوب، اندو يعني جوه الحاجه او حاجه داخليه، يبقى اندوسكوب يعني منظار داخلي، منظار جت من سكوب، اندو يعني داخلي. ماشي؟ طيب ميجالي، ميجالي دي برضه السفكس يعني برضه بتتحط في اخر الكلمه، ميجالي لوحدها مالهاش معنى، لكن لو احطها مثلا مع هيباتو ميجالي، هيباتو من شويه قلنا الورد روت بتاع الليفر الكبد. ماشي؟ لما اقول لكم مثلا الميجالي دي معناها انلارجمنت يعني تضخم، يبقى هيباتو ميجالي يعني ايه؟ يبقى تضخم في الكبد. ماشي؟ طيب ايتس يعني انفلاميشن يعني التهاب. لما اقول مثلا ابندسايتس، ابندس دي جايه من ابندكس، طب تسالوني مثلا ليه ما حطيتش ابندكس بالاكس زي ما هي؟ ابندكس اللي هي زي ده الدوديه. تمام؟ وليه ما حطيتش الابندكس بالاكس زي ما هي؟ تسهيل النطق مش اكتر. يبقى ما اقول ابندسايتس الانفلاميشن او التهاب في الابندكس اللي هي زي الدوديه. تمام؟
هي ما حطيتش اكس مش هي ما حطيتش اكس حطيت سي تسيب النوت بس مش اكتر. اكتومي يعني ريموفال يعني ان انا استئصال اشيل الاورجان ده كله ماشي. يعني مثلا لما اقول ابندكسكتومي برضه حطيت سي هنا يبقى ريموفال اوف الابندكس استئصال بقى الزايده دي كلها ماشي. طيب بعد كده قلت لكم ممكن ورد روت لما احط له سافكس يديه معنى ادجكتيف اللي هي صفه ماشي. زي ايه؟ زي او يو اس ده برضه سافكس في اخر كلمه فده حروف ملوش معنى لوحدها مع كلمه بيدوا معنى هافينج او فول اوف يعني حاجه مليانه حاجه عندها حاجه في النيه دي. يعني مثلا لو قلت نيرفس جايب نيرفس سيستم جايب النيرف يعني العصب. لما اقول نيرفس يعني حاجه مليانه نيرفس حاجه مليانه اعصاب يبقى لما وصفت السيستم ده الجهاز العصبي وصفت ان هو نيرفس يعني مليان اعصاب ماشي مليان نيرفس. طيب اي بي ال اي بي ال اي سوري ability يعني القدرة على يعني مثلا لما اقول الدواء ده injectable يعني can be injected يعني يقدر يتحقن عنده ال ability to be injected ماشي injected يعني يتحقن. طيب IBLE يعني ability برضه نفس المعنى بتاع ايه يعني IBLE هي ايه؟ لما اقول مثلا reducible جاي من reduce يعني يقلل يعني موصف الحاجة دي اقول ان هي reducible يعني can be reduced اقدر اقلل صفة مش أكتر. طيب IC برضه صفة يعني نقول حد أنيميك بداية من إيه أنيميا؟ أنا عايز أوصف أقول للشخص ده عنده أنيميا مش هقول هاب أنيميا هقول أنيميك ماشي؟ سهلة؟ في حد عنده سؤال؟ طيب البريفكس بقى قلنا برضه تلات أربع حروف في أول الكلمة مالهمش معنى لوحدهم محطوطين في أول الكلمة بيدوا معنى. زي مثلا البريفكس هو بوزيشن اول هنبتدي بالبريفكس اللي بتدي معنى بوزيشن. بوزيشن يعني المكان مكان الحاجه دي. يعني لما اقول مثلا الاي بي اي دي بتدي معنى اوفر يعني حاجه فوق حاجه او لو عايز اوصف الحاجه دي اقول ان هي فوق الحاجه الفلانيه تمام يبقى احط ايه. زي مثلا الابيدرمس الدرمس اللي هي الادمه طبقات الجلد خدتوا الادمه تمام ابي يعني فوق الطبقه اللي فوق الادمه هي ايه البشره سميتها الابيدرمس. ليه كده؟ ليه سميتها كده؟ علشان هي فوق الدرمس فوق القلب ماشي؟ طيب سوبرا بنفس المعنى برضه عادي لما الاقي اثنين وورد روت بنفس المعنى عادي لما الاقي اثنين بريفكس او اثنين سافكس بنفس المعنى دي بتستخدم ساعات ودي بتستخدم ساعات ماشي؟ يبقى سوبرا اباب نفس المعنى برضه يعني فوق. لما اقول مثلا سوبرا دايفراماتيك الدايفرام الجي السايلنت بنقول دايفرام يعني الحجاب الحاجز. يبقى لما اقول سوبرا دايفراماتيك يعني حاجه فوق الحجاب الحاجز تمام حاجه فوق الدايفرام لما اوصف حاجه اورجان اي حاجه مع ارتري بين اي حاجه اقول ان هي فوق الدايفرام يبقى اقول عليها سوبرا دايفرام ماشي. طيب انفرا عكس بقى يعني حاجه تحت حاجه خالص ده يعني يعني عايزه مثلا تبان سوبرا دايفرام قصدي لا ايوه مش هي اصلا كلمه كده اللي هي الكلمه اللي هي دايفرام لوحدها اخرها اخر عند الام الاي تي اي سي عشان برضه توصف فاهمه يعني يعني مثلا عايزه اقول الارتري ده سوبرا دايفرام مش هقول عليه سوبرا دايفرام مش فوق حجاب حاجز لا ده هو فوق الحجاب الحاجز يعني فاهمه يعني بوصف الارتري ده لما اجي اديله الصفه هلازم احط تي اي سي حاجات في اللغه يعني فاهمه بالظبط يعني حاجه كده لما اجي بوصف فاهمه يعني بوصف الارتري ده ان هو فوق الدايفرام فاهمه. طيب انفرا بقى يعني تحت من العكس لما قلت لكم شويه رينال يعني الكدني يعني الكليه تمام يبقى انفرا رينال حاجه تحت الكدني حاجه تحت الكليه حاجه معديه تحتيها موجوده تحتيها فاهمين. طيب صب برضه بنفس المعنى يعني تحت لما اقول مثلا صب لينجوال لينجوال من شويه قلت لكم يعني الورد جروب بتاع ايه بتاع لسان يبقى نقول حاجه سب لينجوال يعني موجوده تحت اللسان يعني مثلا عارفين الادويه اللي بتتحط تحت اللسان هي دي لما اقول عايز اقول الدواء ده بيتاخد تحت اللسان هقول عليه سب لينجوال تحت يعني سب لينجوال يعني لسان في مشكله؟ مش اكسترا يعني اوتسايد يعني حاجه بره عايز اوصف الحاجه دي موجوده بره حاجه ثانيه يعني مثلا لما اقول مثلا حاجه اكسترا يوتراين يوتراين جاي من اليوترس يعني الرحم لما بيحصل بريجننسي او حمل بره الرحم يقول عليه اكسترا يوتراين بريجننسي تمام.
بقول اكسترا يعني بره، جراي يعني بيتكس. في مشكله؟ طيب بعد كده بير، بير غير بير، ركزوا عشان الاي او الحرف بيفرق. بير من غير الاي كده لوحدها يعني فلو، يعني خلال. يعني مثلا لما اقول الجهاز ده او الديفايس ده بيدخل بير كيوتينيوس، كيوتينيوس زي درم اللي جت من شويه اللي هي الورد وورد بتاعت السكين بتاعت الجلد. يعني بير يعني ثرو، كيوتينيوس يعني جلد، يبقى حاجه او ديفايس ده بيعدي خلال الجلد، بيعدي من الجلد عشان يدخل اول الجلد. شايفين في الصوره؟ طيب بعد كده اهي باري بقى جت للاي غير اللي من غيري. ماشي، باري يعني اراوند. لما اقول باري ادنايتس، ايتس مش عارفين هي انفلاميشن يعني التهاب، باري يعني حوالين يعني اراوند. ادينو دي بقى الورد روت بتاعت جلاند، جلاند يعني غده. يبقى لما اقول بيري ادينايتس يعني انفلاميشن او التهاب حوالين البيري الغده اللي هي دي جلاند، اللي هي جت منين؟ الادينو اي دي اي ان. تمام، سيركم برضه يعني اراوند يعني حوالين. لما اقول مثلا انفكشن او انفلاميشن او الحاجه الفلانيه اللي فوق اللي حوالين البوك دي عايز اوصفها، هقول ايه؟ هقول سيركم اورال يعني حوالين، اورال يعني ماوث يعني بوك. ماشي، يبقى حاجه الحاجه دي المرض ده موجود حوالين البوك، هقول عليه سيركم اورال. تمام، طيب ميتا، ميتا دي يعني حاجه بعد، حاجه اخطر. يعني مثلا البونز دي العظيمات اللي هما اللي بعد الكاربلز، شايفينها؟ الكاربلز اللي هي العظم بتاع بتاع الرز. تمام، بعديها بقى المفروض اللي هي البونز دي بتتسمى ميتا كاربلز. ليه؟ اتجاب منين الاسم ده؟ البونز دي لو اتفقنا ان هي اسمها كاربلز، يبقى البونز اللي بعدها ميتا كاربلز بعد الكاربلز. تمام، الاسم جاب من هنا بس. وصفت الاسم، وصفت الحاجه او العظم ده في المكان بتاعه، قلت ان هو موجود بعد الكاربلز. ريترو يعني بيهايند، يعني حاجه ورا، حاجه موجوده ورا حاجه. يعني مثلا لو قلت ريترو كوليك، كوليك جاي من الكولون. او انت كنت بتسالني، حد هنا كان بيسال اللي هو لما بنغير المعنى الكلمه الاساسيه كولون مثلا، سي او سي او ال او ان. تمام؟ ليه غيرتها هنا وحطيت اي سي بوصف؟ عشان الصفر، عشان احط يعني الاي سي كده وصفت. لما قلت لما اقول مثلا الاورجن ده موجود ورا الكولون، يبقى مش هقول ريترو كولون. لا، ريترو كولون ده يعني ورا الـ ورا القولون. لا، انا عايزه اوصف الحاجه دي انها موجوده ورا القولون، يبقى احط لها اي سي في الاخر. تمام، مش فاكره مين كان بيسال السؤال، انت صح؟ طيب الترا يعني حاجه اكسترا وحاجه بيوند، حاجه فوق قوي، حاجه عاليه قوي. يعني مثلا لما اقول الفيزبل ريز او الـ الحاجات اللي بتتشاف، الريز اللي بتتشاف من اول الريد لحد الفايلوت. ماشي، لما عايزه بقى اوصف الريز اللي هي بعد الفايلوت هقول عليها ايه؟ هقول عليها الترا فايلوت. ماشي، في في الترا سونيك ويفز، في في حاجات ثانيه. ما انا قلت لكم قبل كده في كذا بريفكس وكذا سوفت هي نفس المعنى، بس هي بتستخدم في حاجات وحاجات، يعني دي بتستخدم في حاجات ودي بتستخدم في حاجات ثانيه. طيب ميزو، ميزو يعني ما بين. تمام، يعني برضه الاو هنا كومباينينج بقى والحرف متحرك، مجرد بس بحطه عشان اربط بريفكس بورد رود عشان بس اسيل النطق مش اكتر. تمام، يعني لو جيت استخدمت ميزو هنا هشيل الاو بتاعتها وهحطها مع انتر. دي انتر دي قلت لكم شويه انتر او انتيرو يعني ايه؟ الامعاء اللي تست. تمام، يبقى لما اقول ميز انتر، ميز انتر دي كلها على بعضها، هي معناها بالعربي غشاء المصاريف. لكن هي جت منين؟ ان هو من بريد او اللي هو غشاء، غشاء غشاء. تمام، غشاء موجود ما بين الانترستم، موجود ما بين الامعاء. تمام، عليه عشان يمسكهم ببعض عشان ما يتعبوش مع بعض. ماشي، هو ده جت من هنا كلمه ميزنتري، غشاء المسرح. مايكرو يعني فيري سمول، حاجه صغيره قوي. يعني مثلا لو قلت مايكروسكوب، سكوب من شويه قلت لكم يعني اكزامينيشن او انسترومنت تو اكزامين، جت من هنا كلمه مايكروسكوب. انسترومنت يعني اداه تو اكزامين، بتفحص الحاجات الصغيره او الحاجات المايكرو. تمام، مايكرو سيرجري، السيرجري يعني عمليه جراحيه، المايكرو سيرجري يعني عمليه جراحيه دقيقه جدا بتستخدم فيها حتى ادوات صغيره قوي. ماشي، مايكروميتر دي وحده قياس اقل من المليمتر. ماشي،
طيب هايدرو بقى يعني نيوتر، يعني حاجة ليها علاقة بالمية، حاجة فيها مية خالص. يعني مثلا لو قلت هيدروفوبيا، فوبيا طبعا كلكم عارفين يعني خوف شديد أو رعب شديد من حاجة. في مواد لما بتتحط كده جنب المية بتبعد عنها وبتخاف منها أوي وتبعد عنها جدا، فبسمي المادة دي هيدروفوبيا أو هيدروفوبيا. الحاجة دي الرعب الشديد ده اسمه هيدروفوبيا، رعب شديد من المية. هيدروسيل سيل يعني كيس. ساعات قلت لكم بيحصل في اي هول اورجن بيحصل كيس بيتجمع فيه فلويد، او هو فلويد يعني مش ميه بس احنا مجازا بنقول عليه هيدروسيل، كيس مليان ميه. تمام. طيب هيدروثيرابي قلت لكم يعني في العلاج اللي هو بالميه، مثلا لو حد عنده مشكله في دراعه او كده بيعمل علاج طبيعي بيحطوا له دراعه ده تحت الميه عشان يبقى اسهل ان هو يحركه تحت الميه. طيب بعد كده بيفكتكس اوف دايركشن اللي هي انتوا زيكم قوي. بصوا بقى دلوقتي هديكم طيب مثال. انا لما اقول ان انا بيتي قريب من الكليه وهي بتقول ان بيتها بعيد من الكليه، على اي اساس؟ ينفع اقول انا بيتي قريب وهي تقول بيتها بعيد؟ ما ينفعش. انا قلت ايه؟ من الكليه. يعني في حاجه اساسيه، في حاجه انا وصلها وقارنت بينها وبيني مقارنه. تمام؟ انا قارنت بين حاجتين، بيني وبينها وبيني وبين الكليه. تمام. بس الكليه دي حاجه مركزيه، حاجه اساسيه انا قارنت نفسي بيها الاول، وبعدين قارنت بيني وبين الدكتوره مثلا. تمام. يعني قارنت بين حاجتين. تمام. تعالوا بقى نشوفها هنا. يعني نعتبر ان دي الكليه او دي الكليه، يعني ده البوينت اوف اوريجن، يعني نقطه البدايه او نقطه المنبع الاساس. تمام. المركز بتاع الحاجه دي. هنتكلم على الطرف العلوي والطرف السفلي. هي كلمه بروكسيمال ديستانس ما بتستخدموش الا في الطرف العلوي والطرف السفلي بس. ماشي. البوينت اوف اوريجن بتاعت الطرف العلوي ايه هي؟ الجزء ده. والبوينت اوف اوريجن بتاعت الطرف السفلي الجزء ده. يبقى اي حاجه قريبه من الكليه من البوينت اوف اوريجن هقول عليها ايه؟ بروكسيمال. بروكسيمال يعني حاجه قريبه. قريبه من ايه؟ من البوينت اوف اوريجن. حاجه ديستانس يعني حاجه بعيده. بعيده من ايه؟ من البوينت اوف اوريجن. تمام؟ ما ينفعش اقول ان الكوع بروكسيمال او ان الكوع ديستنت، لازم اقارن بينه وبين حاجه. ايه هي الحاجه دي بقى؟ على حسب ما يقول في السؤال. اقارن بين الريست تمام والكوع. هقول مين قبل مين؟ برضه هتفرق. تمام؟ يبقى ما اقول the elbow is not to the wrist. طبعا في السؤال مش هيقول لي point of origin، دي حاجه كده في دماغي. لما اشوف proximal distance هحط في دماغي ان point of origin هي دي الحاجه اللي انا ببص لها. تمام؟ يبقى لما قلت ايه؟ الالبو از نوت تو ذا ريست بروكسيمال. ليه؟ انا حاطه في دماغي بوينت اوف اوريجن. لكن جيت بقى قارنت، يعني قارنت الاول الالبو ده بالبوينت اوف اوريجن وقارنت بينه وبين الريست الحاجه اللي جايه بعد دي. تمام؟ يبقى قلت بروكسيمال. بنفس الكلام تحت لو قلت الركبه مثلا والانكل، الني يعني الراي الركبه والانكل اللي هو تحت ده. ماشي؟ طيب عايز اقول بقى ذا ني از نوت تو ذا انكل بروكسيمال. ليه؟ بصيت الاول البوينت اوف اوريجن وبعدين بصيت الحاجه اللي انا بقارنها بيها. لو عكست قلت ذا انكل از نوت تو ذا ني يبقى ديست. في مشكله؟ حد مش فاهم؟ طيب بروكسيمال دي اللي هي البريفكس بتاع بروكسيمال. تمام؟ يعني ايه بوينت اوف اوريجن؟ يعني قريب. ديستو يعني البريفكس بتاع ديست يعني بعيد، يعني away from the point of origin. طيب superior يعني فوق، حاجة فوق، والبريفكس بتاعها super يعني حاجة أباط، حاجة فوق. ماشي. مثلا في عندكم في الهارت في القلب في حاجة اسمها superior vena cava، وفي حاجة اسمها inferior vena cava. مش مهم تفهموا يعني ايه vena cava، المهم ان انتوا تعرفوا انا ليه سميتها كده، ليه سميت superior vena cava كده بالsuperior عشان هي موجودة فوق، وليه سميت التانية inferior vena cava عشان هي موجودة تحت. تمام؟ عرفتوا استخدام الكلمة ايه؟ طيب inferior، inferior يعني تحت، العكس يعني ممكن البريفكس بتاعها برضه عايز اقول بريفكس، يبقى انفرا او صابر الاثنين نفس المعنى يعني تحت او بيلو. لما اقول مثلا الاي العين في حواليها مصلز كتير، عضلات كتير، في مصل تحت معديه كده اسمها inferior oblique. ليه سميتها inferior oblique؟ عشان هي تحت، عشان هي بتعدي تحت. تمام؟ بعد كده بقى البادي بينز برضه كان في مشكله فيها. البادي بينز دي كاني بقطع، ماسكه سكينه وبقطع. تمام؟ انا لو قلت لكم كده عندي برتقال ممكن اقطعها كده، مش ممكن اقطعها كده، ممكن اقطعها كده. على اي اساس بقطع؟ هي دي بلينز. تمام؟ لو قطعت من قدام لورا فقسمت الجسم جزء نص يمين ونص شمال، يبقى كده القطع ده
المقطع ده اسمه ساجيتال بلين. لقطات الجسم كده بالظبط، تمام؟ كاني كده برسم ايه؟ تاج. لو كاني كده برسم، لو حطها كده كاني برسم تاج، تمام؟ هي جت منها كلمه كورونا. كورونا بالبريك او باللاتين يعني تاج، فجت منها كلمه كورونا. يبقى كده لو قطعت الجسم كده قسمته نص قدام ونص ورا، يبقى كده اسمه كورونا بلين. طيب لو قطعت بقى دي سهل، دي كده هوريزونتال، تمام؟ دي كده اسمها ترانسفيرس، قسمت الجزء فوق وجزء تحت. المهم تعرفوا ان بعد يعني بعد ما بقسم، بعد ما بقطع، الجسم بيتقسم نصين. ايه؟ نص قدام نص ورا، ولا نص فوق نص تحت، ولا نص يمين ونص شمال؟ ماشي. هو ده في برضه سوتشر كده موجود في السكال، في الجمجمه بيبقى موجود كده اسمه كورونا سوتشر، تمام؟ ودي برضه رسمه دي موضحه اكتر. ماشي. بعد كده ميديان ولاترال واتيرو كوستيريو. ميديان ولاترال في ناس تربطت بينها وبين بروكسيمال وديستال، صح؟ دلوقتي احنا اهم حاجه برضو عارفين الكليه اللي انا كنت قلتلكوا عليها، اهم حاجه انا ببص لحاجه في مركز معين. هنا في ميديان ولاترال انا ببص الخط، خط النص قاسم جسم النص بالظبط. دلوقتي اهو حد واقف قدامي بالظبط، وانا قسمت جسم النص بالظبط. الخط اللي هو الازرق ده خط خيالي بس انا حطاه قدامي، تمام؟ اي حاجه قريبه من الخط ده هقول عليها ميديان، واي حاجه بعيده عن الخط ده هقول عليها لاترال، تمام؟ يبقى برضه انا هقارن حاجتين من بعض، ما ينفعش اقول حاجه ميديان وحاجه لاترال. حاجه ميديان تو حاجه، حاجه لاترال تو حاجه، تمام؟ بقارن حاجتين بينهم وبين بعض، وبينهم بين الخط مين لاترال، تمام؟ قلت لكم اشهر مثال الصبع ده والصبع ده، لما انا بقف كده بلاتونكال بوزيشن. الصبع ده، الصبع الصغير ده ميديان ولا لاترال؟ تو الصبع ده ميديان. ليه؟ عشان اقرب ليا، اقرب للخط النص، تمام؟ ده كده اقرب مثال. في بقى امثله كتير قوي هتبقى في الاناتومي، مش عايزه بس اجي على الاناتومي. بعد كده انتيريور وبوستيريور، حاجه يعني قدام ويعني ورا. الفكره ان انا قسمت برده الجسم بالنص بالظبط بس للجنب. لو الشخص اللي قاعد بالجنب ده انا قسمته كده نصين، اي حاجه قدام الخط ده انتيريور، اي حاجه ورا الخط ده بوستيريور، تمام؟ بعد كده قالت برده حرفين في الاول بريفكس اهو، بس هيدي معنى تاني للكلمه كلها. خدوا بالكم بين اد واد، الدي غير البي، ماشي؟ يبقى اد يعني towards، يعني باتجاه حاجه، بنفس اتجاه. اد العكس، ماشي؟ يعني ما اقول ادكشن، ادكشن دي حركه، دي movement، مش حاجه ثابته كده، مش كلمه ثابته. دي حركه بمعنى ان لو الدراع مثلا بعيد كده وقربته، دي كده movement، دي معناها يعني movement towards the midline، حاجه باتجاه. فاكرين midline اللي اتكلمنا عليه ميديان ولاترال؟ هو الميد لاين ده، لو انا بتكلم على الدراع مثلا الابر ليم الطرف الاولي، لو بتكلم على ان انا قربته من الميد لاين، موفمنت ووردز يعني باتجاه، بنفس الاتجاه، تمام؟ يبقى ادكشن دي موفمنت. مثلا لو قلت سفلاك، فاكرين الورد روت بتاع برين كان ايه؟ انكفاله او انسفاله، ماشي؟ دي معناها يعني جوه الهيد، زي ما قلت لكم البرين ده اهم اورجن او اهم عضو جوه الهيد، ماشي؟ يبقى كفالك دي يعني ايه؟ يعني الهيد. يبقى لما اقول سفر اد او كفر اد، دي معناها ايه؟ towards the head، باتجاه الدماغ. برضو حاجه لا لا لا، دي مش حركه، دي كلمه. يعني لو عايزه مثلا اقول تكوين الامبريو الجنين، عايزه اقول ان مثلا المعده وتبر، يعني الاكزامبل ايه؟ بس هو عايزه اقول مثلا حاجه بتكبر باتجاه الدماغ. فاهمه ازاي؟ دي مش حركه في، لا مش موجود، ماشي؟ طيب كود اد، كود بقى عكس السيفاليتي، يعني الدين برضه في الامبريو بيسموا هو عنده دين. هو كود اد دي يعني حاجه بتنمو بقى بس بالعكس، عكس الاتجاه، ماشي؟ طيب اد بقى يعني العكس. لو متلخبطين افتكروا ان اد جاي من كلمه ابعد، ماشي؟ اد جاي من اد اضافه يعني، ماشي؟ طبط. يبقى اب يعني away from، بعكس الاتجاه، حاجه ماشيه في الاتجاه العكس. يعني بقول مثلا المومنت برضو بتاع الابدكشن، يعني انا دراعي كان قريب من الميد لاين وبعدته عن الميد لاين، يبقى المومنت دي كده اسمها ابدكشن، ماشي؟ اب نورمال، الكلمه برضو معروفه بس هي جت منين؟ نورمال يعني طبيعي، حاجه عاديه. لما اقول حاجه اب نورمال يعني حاجه ديفيتنج، يعني بتنحرف او بتنحرف، عامل نورمال عامل حاجه طبيعيه، ماشي؟
المشكلة أنا أكون درسة في أول مرة، يعني معلش إن أنا ماشية بسرعة. طيب خلاص يعني بين المرة والتانية طبعا هديكوا الاتنين بريك ماشي؟ دكسترو المفروض إن رايت وليفت يعني شمال ويمين بالإنجلش، في البريك أو في اللاتين ليهم معنى تاني أو ليهم كلمة تانية دكسترو وسينسترو. دكسترو يعني رايت يعني يمين تمام؟ يعني بالبريك أو باللاتين لما أجي أقول حاجة يمين يدخل عليها دكستر أو دكسترو اللي هو برضه كومباينينج باور. مثلا غير ليفت ولا قلبه في اليمين، عايز أقولها بقى، عايز أقولها بميديكال تيرم، عايز أقول إن حد مولود قلبه بين القلب في اليمين تمام؟ هقول عليها إيه؟ دكسترو كارديو. كارديو أو كارد قلناها من شوية يعني إيه؟ ليها علاقة بالهارت القلب. يعني جت منها كلمة دكسترو كارديو والهو كومباينينج باور برضه. والايه اللي في الاخر دي برضو عشان هي كونديشن فاديتها ايه؟ ما تدققوش قوي يعني ليه قلنا كارديا مش كارديو؟ فاهمين؟ الحاجات الديتيلد قوي دي يعني حاجات في اللغه مش هي دي اللي احنا بنمتحن عليها خالص. واهم حاجه ان انتوا يعني في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي ان جاوباتكم كلمه تفهموا معناها. دي اهم حاجه. ماشي؟ دكسترات اد من شويه وتقروا الحرفين دول معناهم ايه؟ اد يعني باتجاه توورد نفس الاتجاه. لما اقول دكستراب يعني حاجه ماشيه ناحيه الرايت، حاجه ماشيه ناحيه اليمين تمام. سينستر بقى العكس يعني لفت شمال. لما اقول مثلا سينستراب حاجه ماشيه باتجاه الشمال، في مشكله؟ ماشي. برضو دي موفمنت. لما اقول انتي بالاي مش بالار، ركزوا بالحروف الصغيره دي عشان برضو بتفرق. انتي بالاي يعني فرونت او فورورد، يعني حاجه ماشيه لقدام. يعني مثلا لما اقول انتي فليكشن، فليكشن يعني انحناء او بندنج، يعني زي في الصوره دي كده بندنج فورورد، حد بيعمل انحناء لقدام. الموفمنت دي كده اسمها انتي فليكشن. ماشي؟ فليكشن يعني انحناء او بندنج، انتي يعني فرونت او فورورد، حاجه لقدام. طيب ريترو قلت لكم شويه الاكزامبل بتاع ريترو كولك، حاجه من ورا او حاجه لورا. يبقى هنا لما اقول مثلا الموفمنت دي اسمها ريترو فليكشن. فليكشن برضه يعني انحناء، وريترو يعني لورا، انحناء لورا. في مشكلة؟ ماشي. تحبوا تحلوا معايا ولا اقول لهم على طول؟ تحلوا معايا؟ ماشي؟ يعني حسيتوا طب الفرق بين مراتي والمرة اللي فاتت؟ طب هي كانت في مشكلة ايه؟ عربي مثلا ولا مش؟ عليه. طب قالوا لي فكرة حلوة قوي. هو انتوا عارفين ارقام من 1 ل 200 تقريبا صح؟ انا هقول رقم وزي ما تيجي. ما بديش عايزين تتكلموا بس. طب انتوا اساسا يعني انا قلتهم المره اللي فاتت المفروض تكونوا عارفينهم يعني. وتقريبا كلهم والله من بره، في ناس قالت لي ان هو من بره. هي يعني ممكن اكون جبت الفيلكس مع ورد جروب مختلفين غير الاكزامبلز اللي انا بسالها، بس الفيلكس اللي بتربط وورد جروب اللي بتربط. فاهمين؟ اتفضل. اول حاجه كارديو ميجالي، تضخم ايه؟ في القلب. ضخم في القلب. ليه؟ قلت كارديو يعني قلب، ميجالي تضخم. تمام. سألتك. طيب رقم 30 اتفضل. علم ايه؟ معلش عايز الايه؟ الجلد. تمام. علم عرفتيها منين؟ قولي كده عرفتي تقسميها ازاي؟ درم يعني جلد؟ وبيولوجي يعني علم؟ في مشكلة؟ حد عنده سؤال طيب؟ طيب دي سهلة بقى، رقم 100 مين؟ اتفضل. نعم؟ لا غلط، الذهاب اه بس مش في كده، في كده تمام. الكلى طيب، طب معلش اقمار، الكلى كان الورد بتاعها ايه؟ الكلى رينا تمام، لكن هيباتو دي بتاع الكلى تمام؟ رقم 70
اتفضلت بيري كاردي مش عارفة؟ طب حاولي تفتكريها. طب هساعدك دلوقتي بيري ده ايه؟ ريلوكس تمام؟ طيب فاكرة كان في بير من غير اي وفي بيري من غير اي؟ حاولي تمام؟ طب ما انت شاطرة. كارديوم بقى لسه قايلينها فوق القلب، يبقى بيري كارديوم حول القلب. هي بيريكارديوم انت صح زي ما احنا قلنا ان هي حول القلب، بس هتعرفي بعد كده ان بيريكارديوم دي ميمبرين حوالين القلب. فسميتها بيريكارديوم ليه؟ لان هي موجوده حوالين القلب. سميتها على اسم كام؟ ماشي؟ طيب 20 20 اتفضل. هايبوثايرويدز زيادة؟ نقصان نقصان تمام؟ هايبو عكس هايبو ماشي؟ وعرفتيها منين؟ اي اس ام كونديشن يعني حالة ثيرويد ثيرويد جلاند اللي غدة درقية، هايبو يعني حاجة قليلة تمام؟ تسأل سين اتفضل انت مش شايف صح؟ مش نعم؟ عين الاورام؟ لا عين عين مش عين صح عين صح. ثلاثة وستين فضل. ايوه فضل غدة فوق الكلوية تمام فضل. حد مش فاهم ده منين؟ جلاند يعني غدة، سوبرا يعني فوق، رينال يعني كلي، في مشكلة؟ رقم 22 22 مش حدش جاء؟ محدش بحد؟ اتفضل. هو ليه كل الأرقام هنا؟ مش عارف شايفين مني؟ اكسترا نيوكلي، أيوه خارج النواة فالصحيح ليه جاتني ليه؟ نيوكليار يعني نيوكليوس يعني نواة، اكسترا يعني بره خارج حاجة ماشي؟ رقم خمسة؟ رقم خمسة مش موجود يعني؟ رقم واحد مين رقم واحد طيب؟ خمسة أو واحد أي حد مكسوبين؟ مكسوبين صح؟ أنت مش عارفة؟ طب إيه بالراحة معايا ماشي؟ مش عارفة أشوف مني مثلا؟ طيب هقراهولك The eyes العينين are not to the nose للمناخير superior ولا inferior؟ طب قولي لي الأول يعني إيه superior يعني إيه؟ superior يعني فوق أيوه inferior يعني تحت تمام العينين سوبيري تمام؟ ليه؟ عشان بدأت بالعينين، لو بدأت بالنوز حاولي ان هي انفيريور ماشي؟ سأقول ده دي لا انا ما قلتش رقم تسعة مين؟ لا اتفضل ده دي ركبة is not to the ankle النيم ايوه فكرت في ايه؟ فكرت ان البوينت اوف اوريجن ايوه ان هي اقرب تمام؟ بروكسيمال قريب ديستن بعيد بعيد وقريب عن ايه؟ عن بوينت اوف اوريجن تمام؟ سأقول لك. دي بقى توقعت الاول يعني تمام؟ التهاب بايتس جاسترو يعني اللي هي المعده والانتيرو يعني الامعاء ماشي؟ يبقى التهاب في المعده والامعاء سهله يعني في اسئله ثانيه ما تقلقوش يعني ماشي طيب الجزء بتاع النهارده بقى حاسين طيب انكم تقدروا تتابعوا؟ اديكم بريك طيب تاخدوا الاكزام في البيت؟ ولا تخلوه في الاخر خالص؟ هو الاكزام عن الجزء الاولاني بس ما تحطوش عن الجزء الثاني دلوقتي؟ طيب ماشي